علي صلحوا كنا صلحوا كنا علي ايه يالا انت ايه اللي جابك هنا صالح؟ اللي جابني دي مقابلة تقابل بيها اخوك ده انا بقالي شهرين ما شفتكش اعمل ايه بقى؟ الدنيا عمالة تشيل وتحط فيا كل ما امسك شغل اسيبه من غير سبب ده كلام برضو في حاجة بتقول من غير سبب عايز تقول يا صالح عايز تقول ان انا السبب هذا طول عمرك شايفني شمال انما دي مش حقيقة يا ريت بقى تاخد بعضك وتمشي عشان انا هنا في شغل ومش حابة تضرب منه تاني فيالك مالك انت جاي لي يا صالح عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي يا اخي جاي اطمن عليك انت اخويا حبيبي اطمن عليا اطمن عليا ولا جاي تشرد لي يا صالح؟ انا شردك وفي شغلك فيه انا مالك انت رجعت تاني ولا ايه؟ ورحمة ابويا وامي لو رجعت يا علي لارميك تاني في المصحة انت سامع؟ بقول لك يا صالح بقول لك ايه ما تخمنيش منك بقى طول عمرك عامل عليا فيها الكبير وفاكر نفسك ابويا لا يا صالح بقى انت مش ابويا انت حي الله اخويا وبعدين الاخوه دي بقى يا صالح كانت زمان دلوقتي لما مؤاخذه انا اخويا دراعي اوعى تفتكر ان الشويتين دول هياكلوا معايا لا انت مش اخويا بس انت ابني انا اريك اكتر من نفسك انا اللي ربيتك انا اللي شلتك على كتافي ووديتك للمدرسه كنت بستناك على باب المدرسه عشان ارجعك البيت ايوه ايوه يا صالح كر اللي فات كله ما انت زهقتني منه ومن اللي جاي ومن كل حاجه عايز اسمعها صالح اتفضل اسمعها انت اخويا الكبير وتاج راسي يا اخي وتاج راسي اخواتي كله خلاص سيبني بقى اشم نفسي دي روح انا مش روحك انت بس الناس تسمعها يسمعوني حتى لو سبت الشغل هنا بسببك انت مش مهم هلاقي لي 100 شغلانه ثانيه انا حافظ الارض حته حته وحوار بقى المصحه ده فكك منه عشان انا بقيت شاطر خلاص ها انا بقى كبير السيجاره وان شاء الله هبطلها قريب يا ريت علي يا ريت بس لو بتكذب عليا ورجعت تاني انا مش هسيبك اقسم بالله ما هسيبك يا باشي خلصني بقى انا بقالي 7 ايام رايح جاي عليك الله انت هتصفرني ولا لا خلصت انت زي ما قلت لك 20% من ثمن البضاعه يا باشا يا انا 20% دول يا انا ده شجع عمري 30 سنه انت تيجي على الجاهز كده تسفهم هم 7% ورا لا من هنا عامل لي فيها غلبان قول لي انت جايب الفلوس دي منين مالكش صالح هم 7% هم 20% زي ما قلت لك يلا يلا غور ادي غورني ايه ده؟ في ايه؟ انت عايز مني ايه يا باشا؟ طيب عملت ايه؟ حاضر ما تعرفش حد بيهرب هنا؟ علي لو المصحف الشريف والخدمه الشريفه ماليه في الكلام دي ده انا راجل غلبان على جد حالي بقالي 30 سنه شجاب ما سلكتش بيضه ايوه بس العميل اللي فيها غلبان وانت لابس لي كوفيه اخر موديل بالشيء الفلاني يا باشا انا في السليم ده دي حته غفير مرمي في الشارع ليل ونهار غلبان انا شفتك مع جبر وكنت عايز تهرب عايز تهرب في السليم تعالى ناني اني بقى اقول لك ايه خد الكارت ده تروح لصالح وفؤاد لو وافقهم يقضوا لك حاجتك اعرف انها خلصت ايوه بقى مثل واعمل اللي ما بتعرفش تقرا لا يعني بفك الخط خفيف كده يعني هم اسمهم ايه صالح وفؤاد ما تنساش ايه صالح وفؤاد تشكر إيه؟ صالح وفؤاد أيوة. تشكر يا باشا صالح وفؤاد إيه؟ صالح وفؤاد ايه حركة قشطة يا معلم أهلاً أسامة بيه مبسوط منك قوي وزودك وبيقول لك معلم إيه ده أنت أول مرة تعرف إن أنا معلم ولا إيه؟ دي أقل حاجة عندنا بعدين أخد معلم أخوك ده معلم المعلمين حد زيه هو اللي علمني الصنعة عشان كده بقول الحمد لله إنه ما عرفش موهبتك عشان إيه؟ عشان تفضل معايا هنا ماشي لأجل الدولار
نبقى شطار. ايه اخبار الرحله؟ لا زي الفل زي كل مره تمام التمام. خافش عليها يا معلم جبر، انا عامل فرعون الطريق 7000 سنه سواقه. يا مرحب، يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا صالح. الحمد لله على السلامه. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. هذه نصف المصاري، واول ما توصل البضاعه يا عم. لا نص ولا ربع. نص ايه؟ ناخد فلوسي كلها الا يفتحها. انت ليش بتوقف يا مصري؟ ما انت بتقول كلام ده يا عم ادهم. اهدى اهدى يا عم صالح. إيه؟ اول ما توصل للبضاعه بعطيك النصف الثاني. بقول لك يا معلم ادهم، احنا مش اول مره نشتغل مع بعض. انت مش جاي سواق غشيم، انت جاي صالح الدولي، يعني توتو على كبوته. حاضر، كلامك يمشي. اجلس استريح. اقعد يا صالح، ما تبقاش نرفوز كده. امال مين اللي لازمته ايه من الاول؟ طيب يا خالد تشرب شيء؟ عايزين يا عم شرب شاي. ازيك يا مدير؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. امال فين شوشي؟ شوشي عندها شغل حسين، ومش وقت حكي هلا. مش معقول كده يا مدير، محسسني ان شوشي دي انا شايطها من المعملتين، يعني عيب كد مراتي جايين يتشالب هنا في المصحش. يا حسين مراتك بالبيت، نحن هون عندنا شغل. كلام مظبوط. مع السلامة. الله معك الله معك. ايوه يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشيني قوي يا ماما. انا بخير الحمد لله. صحتك عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. بتاخدي الدواء؟ عليا سلمي عليا. الله يسلمك. صابرين بتسلم عليك يا ماما. الحمد لله يا حبيبتي، انت بس وحشتيني. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. مع الف سلامه يا ماما. انه غريب تيتا عن جد، اذا انت ما قدرت تروحي على مصر تزوريها، ما بتفكر تجيهي على بيروت تزورك؟ انا مصريه وبحب لبنان، بعشق هوا بيروت، دي بلدي التانية. بس مثل ما انت عارفه تيتا بتخاف من ركوب الطياره وعمرها ما اجت على لبنان. اوعى. المهم شو القصة مع الأستاذ عامر؟ تركني صلي هلأ بشرفك ماما. هتلاقي البضاعة بقى معلم أدهم. يا خالد يا خالد، هات البضاعة من عندك. بقول لك يا معلم ادهم، بيت الصغار دي تطلع من الطابور. يا صالح يا صالح، مالك ومال البضاعه؟ انت تحمل وتشيل، ليش بتفرز؟ افرز ايه يا عم؟ اي واحد